أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في الأسبوع الأول من مادة الفصل الدراسي الثاني. إذن سأقوم اليوم بشرح الموضوعات التي سيتم طرحها في هذا الأسبوع. أذكر بأن عنوان الوحدة التي نقوم بدراستها أنا مثقف. إن المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه في هذه الوحدة هو الثقافة، حيث ستتحدث عن أبرز الموضوعات التي تخص ثقافتك، عاداتك وتقاليدك من خلال استخدام المفردات الجديدة التي ستتعلمها في هذه الدروس. أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: تتضمن اللغات أشكالاً وأعرافاً منوعة للتعبير عن الثقافات والحضارات في كل زمان ومكان. إذن أنتم من أماكن مختلفة، كل منكم يعبر عن ثقافة وحضارة بطريقة مختلفة وباستخدام مفردات مختلفة لأماكن أيضاً مختلفة. الموضوع الأول الذي سأقوم بالحديث عنه في هذه الوحدة هو النص المقروء بعنوان برامج التلفاز. عند دراسة هذه النصوص نقوم بالتعرف إلى معاني المفردات الجديدة وطرح بعض الأسئلة التي من شأنها أن تحلل لك النص المقروء، ثم تقوم أنت باستخدام هذه المفردات في تعبيرك. ولا ننسى أن هناك أسئلة أيضاً خاصة بالدرس تقيم فهمك له، موجودة في الكتابين، كتاب النشاط وكتاب الطالب. إذن سأقوم بقراءة هذا الدرس لكم حتى تقومون بالتدرب عليه، أو حتى تقوموا بالتدرب عليه، لأن القراءة باللغة العربية ما زالت في بداياتها عندكم. برامج التلفاز، ماذا تفعل يا معتز؟ أقلب قنوات التلفاز يا أمي، أريد مشاهدة نشرة الأخبار من فضلك، لكن يا أمي أنا أنتظر برنامجي المفضل. هل تقصد برنامج عجائب الدنيا؟ نعم، أحب هذا البرنامج وأتابعه. هذا البرنامج يأتي بعد نشرة الأخبار، إذن ستشاهدين معي عجائب الدنيا، لكن نحن ننتظر فيلم الرسالة وموعده بعد ساعة. رائع، يكون برنامجي قد انتهى، يمكنني السهر، فغدا يوم عطلة. ما موضوع الفيلم يا أمي؟ إنه فيلم تاريخي يتحدث عن الإسلام. أمي حدثيني عنه قليلا أرجوك، الأفضل أن تتابع الفيلم وستعجب فيه بنصر أو بصبر المسلمين. سأنتظر موعد هذا الفيلم وأتابعه، وأنا سأحضر المكسرات والمقرمشات. كما لاحظنا عزيز الطالب، فإني قمت بقراءة الدرس، سنقوم بطرح أسئلة خاصة عن قرأ المذيع نشرة الأخبار، وهذه المعاني نشر في خلال سياقها، ما المقصود بنشر الغسيل، وانتشر الفراش، انتشر الإسلام، نشرة البريد الإلكتروني أو نشرة الأخبار. هذه هي المعاني التي سنركز عليها. كما سنتحدث عن اختلاف المعنى في كلمة قلب عندما نغير السياق. بعد الانتهاء من تحليل هذا الدرس سننتقل إلى شرح الفعل الماضي وفعل الأمر والفرق بينهما وكيف نحول الفعل الماضي إلى فعل أمر. كانت هذه أبرز الموضوعات التي سنركز عليها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. أذكر بقراءة القصص الموجودة في منصة أقرأ بالعربية، وهي مختلفة حيث يتم إرسال واجبات كل يوم خميس لقراءة قصتين وورقة تقوية في هذا البرنامج، كما يتم إرسال مهمة مختلفة لحصة المكتبة وهي الحصة المخصصة يوم الأحد من كل أسبوع. أتمنى أن نكون مسؤولين عن أداء مهماتنا في وقتها المحدد. أشكر استماعكم، وطبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.